عدد كبير من الأسماء الحقيقة حرصنا على استضافتهم في المعرض. معرض الشرق الدولي للكتاب الحقيقة يعني ترك انطباعا أكثر من رائع لدى الأدباء والمثقفين والإعلاميين اللبنانيين من خلال ما وجدوا في هذا المعرض الذي يختتم اليوم أعماله بحضور أكثر من 1,000,000 زائر على مدى 11 يوم. طبعا هذه الأعداد الكبيرة التي حققها المعرض كان لها دور كبير طبعا في تسليط الضوء من خلال دور النشر الموجودة على الثقافة العربية وثقافة الكتاب. قديش حرصكم على اختيار الإعلاميين اللي حضرتك تفضلت وذكرتهم اللبنانيين ساهموا أيضا برواج المعرض كتسويق للمعرض، وخاصة لأنه كافة الصحف إن كان لبنانية أو عربية تحدثت عن الإعلاميين المتواجدين بمعرض الشارقة؟ نعم الحقيقة يعني أيضا من الإعلاميين أود أن أذكر طبعا الأستاذ الزميل غسان حجار مدير تحرير صحيفتنا شمتال سرور، والحقيقة العدد من الأسماء أيضا الأستاذ جهاد الخازن، العديد من الأسماء الحقيقة. طبعا لا يمكن أن تتخيل كيف كان استقبال المسؤولين الحكوميين في إمارة الشارقة ومسؤولي المعرض والجمهور لهذا الكم من نجوم الإعلام والثقافة والفن في لبنان. طبعا حضورهم إلى المعرض جعل من هذا المعرض عرسا ثقافيا جميلا، وبلا شك ساهموا بشكل كبير في الترويج للمعرض، وساهموا بشكل كبير للتعريف بما يقدمه جناح لبنان المشارك في هذا المعرض. استاذ اسامه، شو الدافع اللي اعطاكم اياه المعرض لمعرض العام المقبل، ان كان من خلال الزائرين، ان كان من خلال الحضور، ان كان من حضور المعرض وما حققه؟ الحقيقه المعرض يضعنا اليوم امام تحدي كبير لدوره العام المقبل التي ستكون الدوره رقم 33. طبعا معرض الكتاب اللي بدأ قبل 32 عام بمشاركة 4 دور نشر فقط يصل اليوم إلى أعداد مهولة من الناشرين ومن العارضين. تحدثت قبل قليل عن 1,000,000 زائر للمعرض، نتحدث عن حوالي 400,000 طالب وطالبة من المدارس زاروا المعرض، نتحدث عن مسؤولين، عن كبار الشخصيات، نتحدث عن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة الكبير بهذا المعرض. في كل عام يعني أنا على المستوى الشخصي أعمل على الدعم الإعلامي لهذا المعرض منذ 3 أعوام، وفي كل عام مع ختام فعاليات المعرض نخشى من العام المقبل ومن تحدياته، لكننا عندما نصل إلى العام الذي يليه نجد أننا على قدر التحديات ولله الحمد. فبالعام الماضي كان 800,000 زائر، هذا العام 1,000,000 زائر، أكثر من 7 دور نشر أغلقت أجنحتها لنفاذ كل ما لديها من كتب منذ يومين قبل انتهاء المعرض. هذا دليل كبير على نجاح المعرض، ودليل كبير على أن الشارقة عاصمة الثقافة العربية والإسلامية قادرة على تنظيم هكذا تظاهرات ثقافية هامة. أستاذ أسامة، أخيرا، هل من خلال هذا المعرض تقول إلى أن الكتاب لم يفقد رونقه ولم يأخذ محله الإنترنت؟ أبدا. يعني إذا ما نظرنا إلى حضور في المعرض، يعني إذا ما توجدت بيننا وشاهدت الناس وهم يعني الكتب ليس فقط بأكياس، يعني عربات مثل عربات التسوق مليئة بالكتب يغادر الناس بها معرض الشارقة الدولي للكتاب، نجد أن حب الكتاب ثقافة مغروسة في الشعب هنا في دولة الإمارات والمقيمين أيضا في الدولة. ولا شك أن الكتاب لم يفقد رونقه، هذا على المستوى الشخصي أنا مؤمن بأن الكتاب لن يفقد رونقه ولن يحل. سيكون الكتاب الإلكتروني رديف داعم لثقافة القراءة لكنه لن يحل أبدا محل الكتاب. وكلمة أخيرة أود أن أقولها، نحن هنا في الشارقة
تذكرنا الشاعر الراحل نزار قباني عندما قال: يا عشاق لبنان القدامى، هل وجدتم بعد بيروت البديلة؟ كل ما يطلبه لبنان منكم أن تحبوه تحبوه قليلا. نحن في الشارقة نقول نحن نحب لبنان، نحبه كثيرا. شكرا شكرا، ضلكم بهالهمة وهالنشاط، ومبروك نجاح المعرض ونجاح العرس الثقافي. شكرا كثير لك، خليكي طول عمرك. شكرا.